التشيك، التشيك اسكتلندا الدور الامم اوروبا الجوله الثانيه، وشاهدنا كيفاش كانت المباراه. مباراه كانت شيقه بين زوج فرق، وين كيما نقولوا احنا شعوب تاع كره قدم اسكتلندا التشيك، خاصه اسكتلندا وين عندهم حماس كبير في كره القدم. شاهدنا كيفاش ليناندو اللي سجل في الدقيقه، عدل النتيجه في الدقيقه 27، وين كان جو كومب اللي من جانب التشيك اللي سجل في الدقيقه 12. شاهدنا كيفاش المباراه اللي كانت شيقه، مباراه وشاهدنا الاهداف وين شاهدنا كيفاش الشوط الاول اللي انتهى هدف لهدف. الشوط الثاني ريان كريستي اللي سجل عن طريق ضربة جزاء في الشوط الثاني في الدقيقة 52. شاهدنا كيفاش مدرب تاع تشيك اللي دخل بخطة نقولوا خطة 4-3-3. شاهدنا اسكتلندا المدرب اللي دخل بخطة يعني 3-4-3. يعني شفنا كيفاش كانت المباراه، مباراه كانت صعبه. الفوز تاع اسكتلندا كان مستحق، وكانت بارتي مباراه كانت صعبه جدا، خاصه ويتشيك في الشوط الثاني بعد تسجيل الهدف وين رمى بكل ثقه ليه، وين ضيع كثير من الاهداف. شفنا كيفاش الحارس نقولوا دافيد ماريشال اللي انقذ المرمى تاعو، الحارس تاع اسكتلندا شنا ليام شنا سكورت شنا إيناردو شنا كيفاش ليام بيمار شنا سكورت شنا جون شنا كيني شنا رويان اللي مسجل الهدف شنا ستيوارت شنا إيناردو. يعني نقولوا بلي كالوما شنا جون شنا كالوما، يعني نقولوا بلي كانت المباراة وين كانت شيقة، مباراة اللي شاهدنا فيها ثلاث أهداف، هدف للتشيك هدف لسكولندا. نقولوا بلي شنا جون كومب من ضيع أهداف من جانب التشيك، شنا كيفاش مارين شنا كيفاش رومان شنا توماس. يعني نقولوا بلي كانت مباراة كانت شيقة، مباراة اللي شاهدنا فيها مستوى شنا كيفاش كل المباريات تاع الجولة تاع اليوم، وين كانت في المستوى، كان شاهدنا أهداف كثيرة، شاهدنا لعب جميل، سيطرة، شاهدنا فرق وين منتخبات وين فاجأت الجميع بفوزها خارج الميدان أو داخل ميدانها. هذه هي الجولة الثانية، التشيك هدف اسكتلندا هدفين في الدور أمم أوروبا. سعيد.